أيه. عاد بلعب لمراد منكم دائم سالمين. يا ولد شبلاك انت انا قفلتي يا ولد شبلاك يا ولد شبلاك يا اهبل يا ولد شبلاك اذا غنيت بكون جالس بكون وقت اغنيتي بكون جالس اذا قلت يا ولد شبلاك هذه قبل يا ذا الطبخات اللي يالله 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 اني اتقنتها بعد العناء وككة الليمون احد يبي حمود تبي خلاص بس صوت كذا بدون ما يرد عليك الا برد بقول فارق خليك على طبخك ليك هذا انت كذا من يوم من يوم بدا الحجر يا فارق مسوي لي فيها امي ادلف ادلف بعدها بعدها ترى الباصات هذه جدا حلوه هي اللي تضحك إيه؟ وهي اللي تعطي يعني كرها علي مرتين بس انا يا ولد رد لا اصفقك بالكيكه اقوله حمود حمود والله انك لو ما تفارقني انت طبخك مسوي لي فيها امي كان في البيت صدق لا اجيك اكلك الطاسه بكبرها عرفت طيب بعدها حمود فهود دحوم إيه؟ حمود حمود دحوم حمودين عندنا في البيت لا حمود دحوم خلاص قول لي حميد ايه حميدان 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 ايه حميدان 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 حمود ايه حمود حميدان يلا ابد انت يلا حميدان انا خلصت النقاش لا ابد من جديد يلا بنعيد انا بعيد لا 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 اسمع اسمع ما في ولا شيء بس عشان تصير متصله اسمع اسمع نقاش انا خلو معي انا خلصت طيب انا خلصت ايش يبدا هو انا ادخل انت ادخل اول ما اخلص يلا ادخل بس عيال خل فادي يمثل دوره كامل ما ابدا بكمل انا معليش تصوير ومتصوير مشاهدينا الكرام وردنا خبر عاجل صراحه مصدر مسؤول عن فرض حظر كلي في جميع المدن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كما نهيب الجميع بالالتزام بالتوجيهات والتعليمات حرصا على سلامتكم خلك خلك انت الكلام لك والفعل لي اي اشوفها لو بعد 700 اي هاكر اي هاكر يا يعني شو الصوت الحلو ذا وإذا عاد كنت أم ولا قريبين لمراد منكم دايم سالمين أخبرك يا ولد أخبرك يا ولد يو أخيرا ضبطت الكيكة بعد عنا والله يزين الليمون يزين أوه طعم الزين حميدان تبغى شيء من الكيك ولا لا؟ لا تضحك ضحك المسرع خله 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 كمل كمل حميدان والله طبخة زين احسن لك تبي وحدة منها؟ لا ولد احش لا كسر هذا عليك والله انك لو ما تجلس تاكل وتفارقني بطبختك معطيها وضعية امي لا جيك واكلك هذا اي امك دام امي مسافرة انا امك عرفت بس دام امك مسافره دام امك مسافره انا امك هي انت تقول لا تعلم عنا انت وضعيه امي دام امك مسافره امي امك 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 لا خلاص ادري ادري شوي جديه انا قاعد اشفر في الاصوات يا وسخ اسمع انا قاعد اسمع نعطيها وضعيه امي والله لو ما تفارقني ما في وقت انا بروح انا بروح ابدل ملابسي وانت بتدور الديكور دقيقه بس هو بيقول معطيها وضعيه امي لا بالطاسه على راسك زين انت ايش بتقول بتقول ايه انا امك اذا امك بتدير انا امك بس عرفت بعدها انا بدخل هذا رقد للكل بعدها انا رقد والله بعدها انا بدخل عليه اقول دحوم دحوم بطلب عشاء تبي اطلب لك وايش تبي اطلب قم اجلس انت ما تصير نايم كذا نايم كذا منسدح على الكنب ونايم ايه انا اذا قلت لك ايه برفع الجوال اقول اوه رقد خلص إيه طيب دحوم تبي اطلب لك معي عشاء انا بطلب ايه طب تبي عشاء؟ هذي تطلب ايش؟ طيب وش تبي اطلب لك؟ اي شيء ايش؟ لا خذ الجوال ارفعه ممشاه بطل مرة دقيقة طيب خذ الجوال ممشاه بطل اطلب اطلب اي شيء الحين وش اطلب لك طيب؟ دقيقة يا تدق شلون اي شيء؟ اطلب من حالك تطلب من نفسك خلاص انشغل عني بالجوال الله يشغلك يا احمد ممشاه بطل ترى هلا عشان انا اعرف اقفل يلا هلا ابو صنهات يلا حي اخوي علمني وش اطلب لك؟ بلاش استراحة تميت على علمكم امبارح لا تقعد تنظر فيهم انت تويش انت لا تقعد شوي لا تقعد تنظر فيهم اي شيء انا قاعد اطبخ اي اطبخ الله اكبر على ابيك وينك في الاستراحه طيب نقاط للبارح معي انت شيء منها نقاط لا تقول نقاط قلت تفتيش اصبر نقاط المسابقه لا 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 صح طيب نقاط تفتيش يا اخي طيب قلت تفتيش اتفاتش البارح معي انت شيء منها
بسيطة يا رجال، حنا لها طال عمرك، حتى لو قلت تفتيش في وجهه بطنه بسيط ما في طلقة بيمسكوا يا الله يا مسافة الخط جاي. لا انت لا تدخل الاصوات، هذا علاقه والله. وين رايح انت؟ اني لا خلي ذي جنبي في المسرح. البس قميص انك لا تداخل كذا لا طبقك بها. دقيقة ابو حسن انت وين رايح انت؟ رايح استراحة. استراحة مين يا اخوي؟ كورونا العالم حضر. ايه شغلنا يا اخوي، امراض يا اخوي. لن يصيبنا الا ما كتب الله ولا انا خلاص. بس اجلس يا اخوي، قالوا لك اجلس بالبيت يا اخوي. لا اجلس ان شاء الله، متخوين نتعشى العيال ويش لبان يا اخوي. اجلس انت لا تطلع، وش يطلعك؟ اخذ النفسي تبي شيء؟ انا مستعجل العيال خلاص اشوي على وشك يا ابن. تبي شيء؟ السلام عليكم. تعال تعال. ولا انا قلت لك انها مهمه؟ ما قال لي قوانين. ما قال لك، انت اللي تقوله. خلاص اجلس في البيت انت، خليك محترم القوانين. خلاص اجلس يا أيوة اخوي. يا اخوي احترم اجلس، القوانين تنفعك وطلع. يا اخوي احترم الانظمه والقوانين يا ابن الحلال. محترمين، خلي القوانين لك طال عمرك. تبي شيء؟ والله مستعجل اشوي ترى على وشك. تبي شيء؟ نفسية طيب نفسية والله. أيوة. تعال ذوقك. أيوة. الليمون يا رجال سرع بس. خلاص هو راح. المشهد اللي بعده نسى المشهد. تجيني. أجي لبو لبو. لا تقول أجي وأسوي، تعال على طول. لا عشان أحفظها أنا. ما حفظتها؟ لا. لا قلها عادية. دقيقة يا أخوي. تعال لي. حمدان. حمدان يا اخي اترك الجوال اللي معك يا اخي، بلعب معك يا اخي كيرم. يلا بجيك بجيك يا اخوي. والله طفشت يا اخوي بالبيت يا اخوي، بلعب كيرم. شوف لك لعبه يا النفسيه. روح روح البعد. تلعب معي يعني؟ لا هيدان هيدان. روح الفهدان. هذا كل واحد مشغول بشيء. هيدان لبيه. تكفى بلعب معك كيرم. لا 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 انا قاعد اطبخ ومستانس. تبي تطبخ معي؟ تعال اعلمك الدقيق وعلك البر وعلمك. ما ابغى دقيق. الينسون اعلمك الجرجيه. تعال يا اخي ما ابغى. ما يا اخي ما يا اخي ابغاك تلعب معي كيرم شوي. يلا وين الكيرم؟ وين؟ يلا تبدا ولا ابدا؟ ابدا انت. يلا يا اخي روح روح انت ولعبك، انا بروح بطبخ. يا الله سويت الكيك الليمون. انا خايف انها تحترق. خايف انها تحترق في الفرن. روح يلا روح حطها بالمطبخ. ازين لك مريض يا ولد. روح 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 انت شكاك وحالتك حاله تغسل باقي مخك تغسله. لا تكمبر. اجي اجلس معك انا بالجلسه حقتك. ابو لافي ادخل. لا تكمبر يا مسلم، لا تكمبر يا ولد، لا تكمبر يا اخوي. اشغلتنا يا اخوي انت لعبتي. ابو حميد اسحب عليك النفسيه. ها لا طلع وقفت في المطبخ وذا مكمبر طول النهار. علمتك لو تعشيت مع ابن التويس عين النخيل. عطى عطى النظر كحك حنت. ايش فيك؟ غصت فيه الحر. يلعب لحم مين يا اخوي انت؟ كورونا الدنيا وانت جاي نتكحك يا رجال. اشغلتنا وكورونا كورونا. ترى ابن الحلال دوده ترى تذبح. عطنا المضرب بس خلنا نلعب تحداك. يلا يا من النفسيه. روح روح معاهم، روح المطبخ بشر اكسب طبقات. والله لا يبلان. وش فيه هدان؟ لا تنسى الباصات ذي. لا تنسى طبختك. خلصت انا جوعان. طبختي باقي. بعطيك ليمون حار وذا عشان تخرالي منك السخنه. انا كح ما كح كح. اذا راح منك كح. اذا راح مني يلا. طيب خلاص يلا بجيب لكم. روح جسوف الصاله انت وحميدان. روح جاي. انت بتصير جالس مع حميدان. حميدان هلا. حميدان طالع عشان بيجهز بقى. جاء عندك الوجه وراك تقول اسم خنوق. حلقي بس شوي. قوم قوم اكل الكيك حقي. قوم اكل الكيك. واحترقت كيكتي وانا قاعد اطبخ يعني كله. انتوا ايش فيكم تقولون؟ طب خلاص ايش نسوي؟ بنكح لين نطيح؟ انت كح والله. اللي مكروني هنا الرضيع. اي كذا قلت ملاكم والله. يقول كح. يلا كح. يلا كح كح.
يلا كح سلام يعطيك العلم انت كح وانا كح وهذا كح ها في شيء هذا صدق ولا كذب ايش فيكم انتم ايوه شوي عيال عيال مع السلامه فصل النت الله يبلاك وش تقع اهم شيء لا لا هذا شمزه زمزم لا تقحون ما بعطي قطع الاصوات زمزم مويه زمزم احمد ابي اعرف شرب مويه زمزم عشان احمد بروح بسوي ديكور انا كحتي غريبه تطوى لا تكحت لا 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 تكحت كحكح انت خلاص اعجبك الوضع دقيقه بس كح كحتين ثلاث كحات بس أوه. انت حمدان انت كح اي كح وانا وانا كحيت حلقي يوجعني كحيت انا المناديل هذا اشوف وجهك انت تكلم اول شيء انت تكلم اول شيء قل له جبت لنا جبت لنا من الكبير منه انا الكبير اي واحد انت الكبير ايه انت انت الحين حللت هذا صرنا ها ايه هذا ها مبسوط يا الزاحف حللت انت؟ اي ابن الحرام حل وش طلع النتيجة؟ قل ايجابي خلك غير مبالي تحس بشيء هنا؟ دقيقة جتني رسالة بس ما فتحتها جتني رسالة من توكلنا وش تحس هنا؟ جتني رسالة هات رسالة هات رسالة كل بنا نفتحها اشو وقت عليك مبسوط؟ مبسوط اعديتنا مبسوط؟ ها؟ حط في السطح مبسوط حط في السطح حط في السطح لا يا مو عيني خربت مبسوط كل شيء خرب مبسوط خلاص لا تزاحف انجح انجح عيال لا تكثرون بس كذا نفصل عليه فصل خفيف من اللي ما بقى ما اعطيته بعدين انا اقول اسمعني يا فهيدان وانت يا حميدان وانت يا دحيمان والله العظيم اللي يطلع من البيت قبل سلطان الامير 14 يوم وتروح من الاعراض اني لا اقص رجله لا تهدد انت لو فيك قوه ولا لك سلطه ما خليت الورع ذا يطلع لكن الحين حتى انت بتوقف معي ضده لان هذا متهور ابشر بالسعد والله ما يطلع احد امها والله العظيم يا ليرنع لا اتوطى في بطنه ما بسرح ها ابيك تلبس قميص ها والله ادبجك في المسرح الله لجلدك والله ابيك تلبس قميص ازهل بلبس ابيك تلبس فهد ها فهد انا لا 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 بلبس ثوب سبعه وطاقيه خطط قميص اي من رجاش وينه وغتره حمراء دميه زين بعدها انا بقول لحد يعتب اجلسوا بالبيت لا تخلصون الحجر باقي ابراهيم نجاش وين نجيب كيك وقتها ينتهي انا بروح ارجع بلبس شماغي حنا ما علينا خلاف لا تنصحنا هذا يربط برجله يربط ربط في عمود البيت خلاص انت تربطه ولا يطلع عليك ما ادري عرفت عادي عادي انت لا تضحك اذا شفت اخطاء مشها اي مشها دام تمشي مشها اي لا تقعد تضحك توقف تراني بعطيكم باصات تموت ما يخالف عادي بس اي بس حاول انك توقف على طول حلو والله مشكله الرن يا والله اني اقول والله حلو طن عرفت طيب بعد الكلام اللي انت قلت هذا انا بطلع وبقول احنا نجلس نسكت صن خلاص جالسين ورا انتم تطلع انت المذيع انا اطلع المذيع اقول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا لازم نسلم ها احمد تبي نسلم خلاص مرت اختصر مرت. اختصر مرت. كلمه لا تتكلم مرة. مرت بعد هذا كله طبعا بنعلق لوحه فوق مكتوب فيها بعد مرور سنتين بعد مرور نطلع عجل نطلع لا ما نطلع بعد مرور سنتين اسحب ستار انت تروح وتجلس على ذي اول ما تجلس اقوم انا واسحب ستار بعد مرور سنتين تكلمت احنا نجلس صن ولا لا ولا بعد نطلع. ما اسحبها نطلع احنا كلنا نطلع ايه؟ تجلس انت خلاص وتكلم. وانا اتكلم اقول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ناخذ الاغراض معنا لا خلوا كل شيء عادي لا ناخذها لا خلوها لا 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 بعد مرور سنتين الاغراض خلوها عادي عادي ما راح اركزون اصلا الفوكس بيكون علي انا تمام. التركيز كله علي خلاص احنا لازم نطلع. انا اعطي خبر انه بعد التكاتف اللي صار واللحمه اللي صارت وال وقفة رجال الأمن ورجال الطوارئ والطب وتكاتف الشعب ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجهود وزارة الصحة تم تخفيف الإجراءات الاحترازية ونأمل من الجميع مواصلة الالتزام ب لا خلاص مرة واحدة لا ما انتهى غلط انك تقول انتهى وهو ما انتهى الى الان ما انتهى اي ما انتهى صديق نعم خلاص مشينا اروح البس بس ابين انه خلال السنتين هذه اكتب حوارين اكتب الحوارين الحوار المبدئي والاخير اللي لك اي كاتبها خلاص اجل احنا بنروح نلبس ونجهز اللوحه اللي اقول لك بعد مرور امين خلاص جهزها يلا
وخل فهد يجيب اغراض المطبخ. يلا انت دورك بطل. مشهد النوم يا ولد، مشهدك فنان. حتى كلامك، طريقه كلامك يا ابوي. اجلس يا خوي اجلس، خليك اجلس، خليك مهتم بالقانون. هذا يا اخا، هوا يا اخا طن. الله يكون ان شاء الله. يدك رد بال عندك بالرياض، مو بالقريه. من جيت رياض الذباب.